من بعد جولتنا الثقافية منرجع لسوريا مهد الحضارات ومنتعرف على أنشطة أبناء الخيرية والاجتماعية اللي زادت مؤخرا وعم تكون دوما ببصمة إنسانية. اليوم رح نسلط الضوء على أنشطة جمعية الأطفال الفرنسية السورية مع الدكتور فوزي فلوح رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال السورية الفرنسية. سعد صباحك، كل عام وأنت بخير. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. أهلا وسهلا فيك دكتور. بداية خبرنا عن أنشطة الجمعية، جمعية الأطفال الفرنسية السورية. خلينا نحكي شوي عن الأنشطة، خلينا نحكي شوي عن كيف عم يتم التنسيق أيضا لدعم الأطفال لهم، الأطفال لهم خصوصية مثل ما تفضلت حضرتك تحت الهواء في ظل الحرب. تفضل. نعم، نشأة الجمعية بفرنسا مع مجموعة من الزملاء من أصل سوري، وكوننا بالبداية كان ب 18/9/2012 إذا ما خابتني الذاكرة. الجمعية جمعية إنسانية بحتة، بعيدة كل بعد عن أي هدف ديني طائفي أو سياسي. الغرض الرئيسي منها أنه كنا نمد يد المساعدة للأكثر هشاشة بأثناء الأزمة السورية والحرب اللي عصفت بسوريا، للأطفال، بحيث نقدم المعونات الأساسية الغذائية بأثناء البرد، ولا نقدم لهم على الأقل شيء نحميهم من البرد، والأدوية بالمحطة الثالثة. كنا بالبداية نزور الأماكن المنكوبة والمدن المنكوبة، فبدأنا بمعلولة بعد ما تم تحريره؟ لا، خلال الأزمة تماما. وقدمنا لخمسين طفل من مختلف الأعمار، حسب أنواع، حسب أعمارهم، حليب يتناسب مع أعمارهم. بعدين لجأنا، واللي هو الأهم، لأبناء الشهداء. اعتبرناهم أنه يعني من حموا الوطن، وساعدناهم بشكل كبير بالأدوية. كان في حصار 142 دولة على سوريا، واستطعنا إدخال رغم الحصار لمرتين بال 2014 و 2015. استطعت اني ادخل كميه لا باس فيها لاربع سنين ادويه لمدارس ابناء وبنات الشهداء المقيم عليها السيده شهيره فلوح. نعم دكتور، يعني كنت انا بدي اسالك عن تفضل. ابناء الشهداء، حكيت لنا سلط الضوء يمكن عن الجمعيه وكيف اعمالها وكيف توجهها. نعم. ويمكن حكيت لنا انه هاي الجمعيه قديمه لكن ما كثير بيعرفوها العالم لانه ما كثير بتظهر على الاعلام. اليوم يمكن فرصه لحتى نتعرف عليها اكثر. خلينا نحكي عن اسر الشهداء اللي هن طبعا انبل من في الدنيا مثل ما بنقول دائما، وهن جزء اساسي من انتصار سوريا ورعايتهم اساسيه. شو قدمتوا لهم؟ شو عم تعملوا لهم نشاطات؟ وخاصه انه انتم يمكن مقيمين برا، في منكم برا وفي عنده خبرات تعليميه، شو بينقصهم حتى فعلا تساعدوهم؟ للامانه كانت توجهنا لهم بشكل اساسي كوننا نظرنا للموضوع بشكل بالبدايه الازمه بصعوبه تامين الدواء، وهذا شيء رئيسي للطفل. هذا كان اساسي. كان الاساسي، نعم، وكان في حصار كبير وما كان في ادويه بسوريا. كانت الخطوة الجريئة أنه نقدر ندخل دواء رغم الحصار. بالنسبة لأبناء الشهداء ما بظن ينقصهم الكثير، بمعرفتي بحب الرئيس لهم وتعامل الدولة معهم بشكل جيد، لكن نحن طلبنا منهم شو بنقدر نقدم مساعدات. بفترة الأزمة كانت معظمها تأكدت على أسرة الأطفال، نحميهم من البرد، قدمنا لهم بطانيات، قدمنا لهم مثل ما قلت ادويه بشكل جميل. الغذاء ما كان له اهميه كون الدوله كانت كافيه وافيه. نعم. لسنتين متتاليتين طلب منا نرجع نجيب دواء، وقدرنا نخترق الحصار بشكل ذكي عن طريق لبنان ودخلنا لمرتين. نعم، خلينا نحكي شوي عن كيفيه توزيع الدواء نعم. للمناطق. مثل ما تفضلت وحكيت انه انتم قمتوا بزياره مناطق تعرضت للخطر جراء الحرب. نعم. وكانت في ظل الازمه، كيف كنتوا تقدروا تفوتوا لتوصلوا هذا الدواء؟ عمليا هي يعني كلمه الجمعيه بالنسبه لنا يمكن اكبر من انه افضل نسميها اسره، لانه كنا نعمل بصمت خوفا على اعضاء تمام الجمعيه. تمام، يعني هذا السؤال تماما. انه كيف كان يقدر يفوتوا؟ تماما، كنا نلجا في حصار. تماما، كنا نلجا لاهل البلد، يعني بمعلوله رحنا لاهل معلوله، بالمدن الاخرى كحمص او ولادية لجانا لاشخاص معينين عندنا ثقه فيهم
كونهم يا أما بيعرفونا أو أن تعامل معهم من الخارج واتصالات بحيث أنه نعطيهم لهم بشكل شخصي وهن يوزعوا مجانين. فأحيانا كنا نلجأ يا أما للكنائس يا أما نلجأ لأي جمعية خيرية تانية تكون صلة وصل بيننا وبينهم. فبحمص وزعنا كمان غذاء بلادية عفوا حليب بطرطوس وزعنا عفوا بلادية وزعنا حليب. وبعدين انطلقنا لمشاريع أهم بكثير. قررنا بالأخير نجازف ونعمل عمليات جراحة قلب مفتوح بسوريا. حلو. فكانت هي أكبر خطوة لنا. عملنا 4 زيارات مع وفد فرنسي. بدأنا بدمشق بالمواساة وزرنا إمكانيات دمشق. وبعدين منا انطلقنا لحمص بعدها لطرطوس وأجرينا أول عمليات جراحية قلب مفتوح مجانا بمدينة طرطوس بأفريل بشهر الرابع من العام من هذا العام. والحمد لله كانت بداية صعبة نوعا ما بظروف الحرب لكن قدرنا نعمل شيء ولو بسيط للوطن. بتضل الروافد هي الأساسية للبحر. كان دكتور يمكن هذا الشيء اللي كنت عم بسألك عنه بالسؤال الأول أنه أنتم كخبرات علمية وأطباء خارج سوريا أنه عم تمثلوا اسم سوريا اليوم رجعتوا وعملتوا هاي العمليات هون. هاي قصدي بالخبرات العلمية. بدي أسألك على النشاطات اللي قمتوا فيها بعام 2017 نحكي عنها حتى بعدين نشوف شو محضرين للعام المقبل. كانت كثيرة. أول شيء ببداية 2017 لما رجعت الأحياء الشرقية لحلب وانضمينا بحلب رجعتنا بوفد دبلوماسي طبي على حلب وزرنا كل مشافي حلب وقيمنا وضع الصحي وشفنا حاجاتها. وعندنا هلأ سفينة لازالت مع الأسف معلقة صار 6 شهور موجهة لمشفى الكريمة بحلب. نعم. كونه مشفى جمعية خيرية علمانية بحتة ما عندها هدف سياسي ولا عندها شيء لكن في شوية صعوبات إدارية نتمنى أنه تتزلل مع الزمن وتنمد إدنا يد المساعدة شوي لأنه في إمكانيات كبيرة وفي جالية كبيرة سورية عندها حب مساعدة لكن ما عم تعرف تتصرف. بعدها بشهر 4 مثل ما شرحت رجعنا على طرطوس وجرحنا. شهر 8 رجعنا حاولنا ندخل السفينة مرة ثانية نخلص السفينة ما قدرنا ندخل لكن مقابلة دخلنا 700 كيلو تقريبا أقل من طن أدوية. ممكن تدخل على السنة الجديدة السفينة إن شاء الله نتمنى أنه تكون بداية خير عمل خير لأنه بصراحة كل ما نجحنا بخطوة الخطوة اللي بعدها بتكون أفضل. عندنا مشاريع كبيرة عندنا مشاريع إعادة مثلا لحلب عندنا مشاريع داخل حلب أنه نساعد بتنقية المياه نساعد الناس المحتاجين. عندنا نشاطات داخلية حتى في أفراد بالجمعية بيشتغلوا بصمت لذوي المحتاجين للمعاقين لبعض الأمراض الخاصة. هدول موجودين داخل سوريا مش كمان عملهم بشكل صامت. نحن أسرنا الصمت ما حبينا نصير العمل بصمت دوت. تماما من مبدأ ما تعطيه اليد اليمنى يجب أن لا تدري بيد اليسرى. صحيح. أكيد دكتور خلينا نحكي عن جولتكم بالمحافظات وخلينا نحكي عن إذا كان في تعاون ودعم وتسهيلات لكم لتقدروا توصلوا للرسالة والهدف اللي أنتوا بدكم إياه. هل كان عملية تشبيك بينكم وبين أي مؤسسة حكومية أو أي وزارة؟ نعم. هل كان في تعاون وتجاوب؟ للأمانة نعم التواصل كان مع وزارة الخارجية كوننا وفود فرنسية ولازم نحضر على نحصل على إذن للدخول فساعدتنا وزارة الخارجية وساعدتنا وزارة الشؤون الاجتماعية لا ما تعاملنا مع وزارة الشؤون كان عملنا محصول وزارة بالأخص بالشؤون بالوزارة الخارجية نعم وساعدتنا السيدة شهيرة فلوح كونها يعني عندها باع بهالموضوع. كنا ندخل بشكل نظامي ونحاول نعمل لقاءات مع الأطباء بشكل خاص نشوف أهم حاجات الوطن بهالمرحلة الجرحى والأزيات الحرب. فبالمؤسسات عندهم اكتفاء ذاتي وعملوا جيد. قررنا بعدها ننطلق المحافظات فرحنا على حمص وفحصنا حوالي 40 طفل إذا ماني غلطان بالمؤسسات حفظنا 3 تم بالمستوصفات ولا بالمشافي لا مشافي الدولة حصريا مشافي الدولة نعم أعمالنا ما بتروح لأعمال خاصة كما شرحنا نحن أعمالنا خيرية أكيد ما عندنا أي هدف منه تماما ذاتي ولا الغرض منه لا التعريف بنفسي أو بجمعيتي لا. طب أبدا. دكتور يمكن مثل ما عم تحكي عن الواقع الصحي بسوريا نعم. أنتوا يمكن أطباء
تشتغلوا برا سوريا، كيف شفتوا الواقع الصحي؟ هل تم في تبادل خبرات؟ هل تم دعوتكم ايضا لندوات طبيه على انه تستفيد من خبراتكم؟ بعتقد بالتدريج بدا يتم. بالبدايه كان صعب جدا لانه ما كان حدا يؤمن انه في وفد فرنسي جاي على سوريا. يمكن اول وفد دخل على سوريا دخل عن طريق جمعيتنا، ويمكن اول دواء دخل على سوريا بتواضع دخل عن طريقنا. فكنا نشتغل مثل ما قلت لك بحذر، وبنفس الوقت ما نحاول نجرح مشاعر أي إنسان، نعمل بطريقة نفيد الجميع ونقدر نوصل للنتيجة بدنا إياها. ما بنكر كان في صعوبات، وأحيانا كنا نلاقي يعني نحتاج إنه مين يمد إلنا يد المساعدة، تنقصنا هالنقطة. وبالذات مثل ما حكينا عن سفينتنا، بتمنى يعني المعنيين والمسؤولين إن شاء الله بيصل الصوت إن شاء الله. أكيد إن شاء الله. أما العمل مستمر يعني قائم، وشهر اثنين عنا مشروع كبير لسوريا، بدنا ندخل كل الأساليب الحديثة في معالجة أمراض القلب بدون ما نجرح القلب. يعني بدنا نعمل تصنيع للصمامات عن طريق الشرايين بدون فتح القلب. نعم. حلو. هذا آخر أعمالنا للعام القادم إن شاء الله. إن شاء الله بيتم خير. تمام. يعني يا دكتور دائما العطاء هو أسمى شيء. تمام. خصوصي الأطباء يلي هن هيدي رسالتهم الإنسانية. تمام. هو الشيء اللي أقسموا عليه. قديش لقيتوا تجاوب؟ ما رح أقوله من الأطفال دائما هنن ما رح يعرفوا يعبروا قد ما رح يعبروا أهليهم، قد ما حيعبروا العالم المسؤول عنهم. سامحيني لغلطك، عملنا زيارة لأبناء الشهداء وترجمنا حوالي 25 رسالة وجهناها للحكومة الفرنسية. حلو. لا بصدق الأطفال تعاونوا معنا وكانوا يعني مزهرين. كان في تجاوب. كانوا مزهرين يعني عبر، ولو انهم بالغين بشكل رهيب عن معاناتهم، عن اسفهم لضياع والدهم يعني ذويهم والاحرى ابهاتهم اثناء الحرب. وكان كلامهم جدا مؤثر، وترجمناه حرفيا ونقلناه للسلطات الفرنسيه ليشوفوا مدى معاناه الشعب الفرنسي. بحب وجه لنقطه يعني ركز على نقطه، الشعب الفرنسي شعب صديق. نعم. بعيد عن اي سياسه. الشعب الفرنسي شعب بيتعاطف مع الشعب السوري وبيحبه. وبكل باي بلد باوروبا صار في صار في ارهاب ايضا. ممكن اقول ارهاب. تمام. بدي اسالك انه كمان الشعب الفرنسي دوق الارهاب اللي كانت حكومته عم تدعمه. تمام. فصار يعرف يمكن حقيقه هذا الفكر الارهابي المتطرف يعني عم يضرب دولنا. بفضل ضل بعيد عن السياسه بس لاحكي فكرتي انه معك حق. لا شك شيء وعى الشعب، زاد من حب الشعب الفرنسي لامانه الجيش السوري. يعني سمعتها من اكثر من مصدر، سمعتها من اعضاء مجلس الشعب بفرنسا رغم انه خارج يعني حلقتنا، انه لولا الجيش السوري ولولا الدوله السوريه وحكمتها وشجاعتها الخراب وصل لاوروبا اكيد بشكل، ولا زال يعني عند الان في احداث. لكن الشيء الجيد عطاء فرنسا بالمده الاخيره كمنظمات بعد ما كان عليها ضغط سياسي توجه نوعا ما اليوم من اكثر لاكثر للشعب السوري ولاطفاله وللمحتاجين منه. بتمنى انا انه نقدر يكون في تواصل انساني ابعد من هيك لنقدر نرجع نربط الشعبين ببعض. انا بظن اذا ما وصلت بالحلول السياسيه لانه طويله امد ان شاء الله. يمكن هيدي الرساله انتم مهمتكم انتم. نعم. وجميع الوفود. نعم. القادمه من فرنسا انه تنقل الصوره الحقيقيه وعلى ارض الواقع بعيد عن كل الصور يلي عم تتداولها وسائل الاعلام المغرضه يلي عم يوصلوا شيء ما انه حقيقي. يمكن انتم بقلب سوريا وعلى أرض سوريا وعم تشوفوا وتنقلوا الصورة الحقيقية، هيدا أكيد من واجبكم. هذا جزء من نشاطنا. يعني نحن عمليا الجزء اللي ما بنحكي فيه كيف منصور الحقيقة المؤلمة اللي صارت بسوريا. صحيح. بالعالم برا. فهذا اللي ساعدنا أنه نكسب أصوات ومصداقية لجمعيتنا الصغيرة، لأسرة جمعيتنا الصغيرة. نعم. دكتور خلينا نحكي شوي عن أهدافكم البعيدة والقريبة. خلينا نحكي رسالتكم، كيف تأسست فكرة الجمعية؟ كيف جمعتوا حالكم وهيك صرتوا جمعية عم تختص بقصص اجتماعية وإنسانية بسوريا؟ بتصور مثل ما تفضلتي الطبيب له رسالة إنسانية، رسالته رسالة عطاء. الأمر الثاني الوطن بالنسبة للمغتربين لو نحن اغتربنا عنه هو عاش فينا، فتنشأ ببعض النفوس، ما بدي أحكي عن غيري، بيضل عنده حب لوطنه مزروع فيه. هالشي ضل يعني سامحيني مثل جزء مركب ببدني. أنا بشعر أنه الهجرة ما هي جيدة بصراحة. أنا
بحلم أرجع أعيش ببلدي بيوم الأيام، وهذا الحكي صادق. هالشي خلانا نبلش من فكرة أبسط، أنه نحن صحيح طلعنا من سوريا، لكن سوريا إلى فضل علينا، علمتنا، ربتنا، التدريس كان بأفضل ظروفه، الخير والعطاء اللي شفناه بسوريا مش موجود بأي بلد بالعالم. بصدق سوريا بنسميها أم الدنيا، دمشق قبل تحديدا. فنشأت الفكرة بشكل بسيط أنه نحن أطباء وأن رسالة إنسانية، ليش ما الرسالة الإنسانية تتوجه بالبداية للبلد اللي ربانا وعلمنا وتعب علينا. هذه كانت الفكرة. بعدين ساعدونا طبعا اللي لهم باع وأخصائيين شوي بالعمل الإنساني لأنه خبرتنا كانت أقل، فتوجهنا طبعا للمؤسسات الحكومية الفرنسية وسجلنا الجمعية، وشوي شوي بدأنا بالعمل من خلال محاضرات، من خلال لقاءات، علمنا الأطفال الفرنسيين شغلات حلوة، أنه أنتم اليوم مثلا عندكم كم كافي من الغذاء، فياريت أسموا الأطفال السوريين. صرنا نقسم الغذاء نص للسوريين ونص للفرنسيين، أطفال بالمدارس. بعدين صار في محاضرات عديدة، عملت تقريبا شيء 18 محاضرة عن سوريا ومآسي الحرب، أو مآسي خليني أسميها جريمة اللي ارتكبت بحق سوريا إذا سمحتي لي، مع أني لست رجل سياسي وغير مسيس، لكن اعتبرنا أنه اللي صار بسوريا لا يمكن أنه يقبلوا الواقع، ولا شيء ممكن بأي فكر ولا بأي مرحلة ذهنية نقبل أنه اليوم ينشأ عنا خلافة أو إمارة وتقطيع رؤوس. هذا نعم. رفضنا. يعني دكتور كلمة أخيرة وحابب توجهها من منبر الأخبارية السورية، أنتوا كأطباء سوريين نعم، ولكن ببلاد الاغتراب، رسالة بدنا نوجهها للكل من عبر منبر الأخبارية السورية، تفضل. أنا بتمنى لكل طبيب سوري انزرع بقلبه بوجدانه بضميره حب سوريا لا ينسى أنه تعلم بهالبلد، وأنه إلى عطاء إلى نحن مثل ما قلنا علينا حقوق لنا تجاهها واجبات. بتأمل أنه كل سوري كل مغترب يرجع يفكر بهدوء ونتعاون كلنا سوا لنكون أسرة واحدة، ليست جمعية أطفال فرنسية سورية أو جمعية أطفال بشكل عام، جمعية سورية لتجمع الشعب السوري من أول لآخر، نرجع نسيج واحد وأخوة وأحبة. نعم دكتور، أنا بدي أسألك، كونك عم تتردد على سوريا لأعمال إنسانية وعم تجيب وفود فرنسية، شو أكثر موقف طبعا أثر فيك وانطبع بذاكرتك من هالخمس سنين اللي كنت تتردد فيهم، وشو اللي ما بتنسى، يعني موقف أثر فيك إنسانيا ونقلته؟ سؤال كتير مؤلم. لما زرت أطفال اللي نزحوا من بعض المناطق وسكنوا ببنايات شبه على عدم وحطوا بطانيات لا في كهرباء ولا في مي، فكنت تتألم كثير لأنه نحن كنا نبرد بالحالة الطبيعية، يعني ما في شيء. فتخيل الأطفال الرضع أو حديثي الولادة قديش كان مؤلم إلي. الأمر الثاني مع الأسف عملنا دراسة عن وضع الجراحات بسوريا للأطفال، لقينا الكم هائل اللي بده جراحة وبينقصنا معدات كثير. إن شاء الله الرب بيعطينا القوة والقدرة، ونحن يعني مثل ما قلت المقدرة أنه نقدر نرجع على سوريا بزخم أقوى، ونوجه رسالة مرة تانية إذا سمحتي لي للمسؤولين المعنيين أنه يساعدونا قدر الإمكان، ما تضل السفينة 8 شهور لنقدر نجيب بدالها. يعني اليوم بدخن سفينة بدخن بكرة سفن لسوريا وبساعد سوريا، وأنا متأكد أنه عدد هائل جدا من السوريين المقيمين خارج سوريا عندهم رغبة يمدوا يد الخير لهالوطن الغالي. أكيد يعني يعطيكم العافية دكتور، بدنا نتشكر أكيد وجودك معنا، بدنا نقول لك أنه رسالتكم جميعا تحترم، وخصوصا يعني بظل هيدا الحرب أنتوا برا وعم تشتغلوا لسوريا. شكرا كثير لك وأهلا وسهلا فيك. كل الشكر الأخبارية السورية لأنه استقبلتني. أنا كمان بدي أقول لك أنه حلو الوفاء وحلو الانتماء وحلو أنه تكون سوريا بقلب كل حدا طبعاً خارج لو خارج سوريا، وأنه يرجع ويساعد بلده بأعمارة بالألم والفرح يكون جنب بلده. شكرا لك دكتور، تحية لكل الكادر لكل الجمعية. شكرا لك. فرصة طيبة.